بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الظهار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال أخبرنا ابن أدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال ابن العلاء ابن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار رحمهم الله عن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال قال ابن العلاء البياضي قال كنت أمرئا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري قال كنت امرأا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقل فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا والله فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أنت بذاك يا سلمة قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله عز وجل فاحكم في ما أراك الله قال حر الرقبة قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمر لي أو أمرني بصدقتكم زاد ابن العلاء قال ابن إدريس وبياضه بطن من بني زريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة له قصة عظيمة فيها عبر وعظات وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لبيان حكم الظهار. وقد تقدم معنا أن أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا حتى أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بيان حكم الظهار وأنه ليس من الطلاق وأن فيه الكفارة وهي التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل في ما سمعنا من الحديث.
هذا الصحابي اسمه أبو سلمة البياضي، سلمة بن صخر البياضي، وقد حصل له هذا الأمر وهو لم يقصد به إلا خيرا. الله سبحانه وتعالى شنع على الذين يظاهرون وبين أن هذه القولة التي يقولها المظاهر إنما هي زور وبهتان. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، الذي يشبه زوجه بأمه أو بظهر أمه، هذه ليست أمه. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، الأم هي التي ولدتك. ثم قال تبارك وتعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم بين الله سبحانه وتعالى كفارة الظهار. هذا الصحابي دخل عليه شهر رمضان وهو يعلم حرمة هذا الشهر ويعلم الأمور التي نهت عنها الشريعة حال الصيام، ففكر في نفسه وهو صاحب الرغبة الشديدة في النساء، كان كثير الرغبة في إتيان أهله، وخشي أن يفعل شيئا يفسد عليه صومه، فرأى أن الظهار أقرب الأشياء إلى تحقيق مراده، أن يظاهر من امرأته هذا الشهر حتى يبقى بينه وبينها حاجز ليتم صومه على النحو الذي أمر بالله سبحانه وتعالى به. فظاهر منها، وفي مرة من المرات تكشف بعض جسدها أمامه، فثارت رغبته واشتدت شهوته فوقع على امرأته وهو قد ظاهر منها، وقع عليها في الليل، لكنه هو ظاهر منها شهر رمضان كله. ولما قضى حاجته أحس بخطئه فانتظر حتى أصبح، فلما أصبح ذهب إلى قومه، ذهب إلى كبار السن والعقلاء يستشيرهم وأخبرهم بما صنع، ثم طلب منهم أن يذهبوا معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الفتوى والذي يبين الأحكام، ولكن الرجل أراد أن يتكثر بقومه، أن يأنس بهم، لأنه أحس أنه قد فعل جرما عظيما، فأبى عليه قومه، قالوا لا والله لا نذهب معك. فما كان منه إلا أن ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل منه، فقال أنت بذاك يا سلمة، أنت بذاك يا سلمة؟ قال قلت نعم يا رسول، يعني أنت الذي صنعت ذلك، أنت الذي حصل منه ذلك؟ قال قلت نعم يا رسول، مرني احكم في بما تشاء، مستسلم لأمر الله. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعتق أو حرر رقبة، يعني طلب منه أن يعتق رقيقا، هذه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى.
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. رجل فقير ليس عنده من حطام الدنيا شيء، وأمامه الرؤوف الرحيم رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: يا رسول الله، والله ما أملك غير هذه، وضرب بيده على صفحة عنقه، ما عندي رقبة إلا رقبتي أنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فصم شهرين كما جاء في كتاب الله، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. قال: يا رسول الله، وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصيام؟ الصيام شهر واحد وحصل له ما حصل، ما استطاع أن يضبط نفسه فيه، فكيف بالشهرين؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قال: يا رسول الله، والله لقد بتنا وحشين ليلتنا البارحة، يعني ما أكلنا شيء، ما عندنا شيء، فكيف نطعم 60 مسكينا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره، قال له: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق. بنو زريق هؤلاء قومه، هو من بني بياضة، وبنو بياضة بطن من بني زريق، وصاحب الصدقة هو الذي كلفه النبي عليه الصلاة والسلام بجمع زكوات بني زريق وعامل الزكاة، فأمره أن يذهب إليه وأن يأخذ منه وسقا من تمر يطعم منه 60 مسكينا ويأكل الباقي هو وأهله. انظروا إلى رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى ورزقه الذي يأتي للإنسان من حيث لا يحتسب. هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام الآن مذنبا يبحث عن سبب يخفف عنه هذا الذنب، ما جاء يطلب طعاما ولا جاء يطلب مساعدة، جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يصنع بهذا الذنب الذي ارتكبه. وإذا بالمسألة تصبح المحنة منحة بالنسبة له، يسر الله له سبيلا للكفارة، ويسر الله له سبيلا للرزق الحلال والطعام الطيب. جائع فقير، وإذا بهذه الفعلة، هذا الذنب الذي ارتكبه جعله الله سبحانه وتعالى سببا لرزقه، لأن الله قد علم صدق نيته، علم الله سبحانه وتعالى صدق نيته وإخلاصه، أنه ما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو نادم على فعلته، إلا وهو يبحث عن سبيل يفك بها رقبته من هذا الذنب العظيم. فانظروا كيف عاد إلى قومه وهو فرح مستبشر، فرح مستبشر بمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام وبشفقته ورفقه به وبهذا الرزق الذي ساقه الله سبحانه وتعالى. يقول لقومه جاءهم وهو فرح مستبشر، يقول: ما وجدت عندكم إلا الضيق وسوء الرأي، وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجئتكم من عند صاحب الساعة
والرأي السديد، الرأي الحسن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسق من تمر من صدقاتكم، من صدقاتكم. الشاهد في هذا أيها الإخوة هو كفارة الظهار، كفارة الظهار التي بينها الله في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها هذا الرجل. ولكن العبرة والعظة أيها الإخوة في كيفية معاملة الإنسان المذنب، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد شرب الخمر، وهذا الرجل كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو سكران أكثر من مرة. فقام بعض الصحابة وقد غضب من فعله، قال لعنك الله، ما أكثر ما يجاء بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مرة ما تتوب، ما ترعوي. ما قالها إلا وهو غاضب من فعلته، يتمنى له أن يتوب وأن يقلع عن ذنبه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: لا تعين الشيطان على أخيكم، لا تعين الشيطان على أخيكم. الشيطان أزه ودفعه حتى ارتكب هذا الجرم، فلا تتركوا للشيطان عليه سبيلا حتى يزيد من إغوائه، حتى يسترسل في هذا الذنب مرة أخرى. لا تعين الشيطان على أخيكم، قولوا له كلمة تساعده تعينه، ادعوا له، ترفقوا به. النبي عليه الصلاة والسلام ترفق بهذا الرجل وكلمه بهذا الكلام الرقيق اللين اللطيف، ثم وسع عليه في موضوع الصدقة، أعطاه الكفارة وأعطاه طعاما له ولأهله، هم من المسلمين وهم جياع ما عندهم ما يأكلون، فكيف بهم يجدون ما يكفرون به. فعاد إلى قومه، انظروا كيف بهذه النفسية، ما وجدت عندكم إلا الضيق وسوء الرأي، وجئتكم من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، عند أحسن الناس أكرم الناس. هكذا ينبغي أن نحرص أيها الإخوة على معاملة المخطئين. المخطئون أصناف أيها الإخوة، فيه مخطئ وقع في الذنب وظهر عليه الندم، فينبغي أن نساعده على الخروج من هذه الورطة التي فيها. لكن فيه بعض من يقعون في الجرائم والأخطاء يجاهرون بها ولا يبالون والعياذ بالله، هؤلاء شأنهم على خطر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافى، يعني يرجى لهم العفو والتوبة، إلا المجاهرين. الذي يجاهر بالمعصية يفعل بالليل جرما ويرتكب معصية ويستره الله، ولكنه يأتي في الصباح يتفاخر بها ويظهرها أمام الناس ويقول: فعلت البارحة وزنيت، شربت الخمر وكذا. هذا والعياذ بالله لا حرمة له، هذا لا حرمة له، بل يجب أن تقف الأمة من هذا وأمثاله موقفا حازما حاسما، لأن هذا لا ينفع معه إلا الردع والعقوبة البليغة، لا تنفع معه النصائح. وصل إلى هذا الحد المنحط من الجرم ومن الاستهانة بحرمات الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الذي يحصل منه هفوة ويخطئ
ويقع في ذنب. وكل بني آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء. وهذه الصيغة من صيغ العموم تشمل الناس جميعا، ليس هناك بعد الأنبياء من لا يخطئ، الأنبياء هم المعصومون، لكن غيرهم من البشر كلنا نخطئ، لكن الأخطاء تختلف، فيه بعض الناس خطأه كبير، وبعض الناس خطأه متوسط، بعض الناس خطأه صغير، لكن كل الناس لهم نصيب من الأخطاء. فلا ينبغي أن نتشمت في إخواننا المخطئين ولا أن نتركهم فريسة للشيطان، علينا أن نساعدهم وأن نعينهم. والأمر الأخير هو أن نعتبر بفضل الله سبحانه وتعالى أن الرزق من فضل الله سبحانه وتعالى ومن تقديره، وهو مقدر للإنسان رزقه وهو في بطن أمه قبل أن يخرج إلى الدنيا، رزقه مكتوب ومقدر، وأجله مكتوب ومقدر. فالإنسان لا يدري من أين يأتيه الخير، ولذلك من الدعاء المشروع أن يذكر الإنسان، أن يدعو بما ورد في كتاب الله، والله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من الدعاء المشروع أن الإنسان يقول اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، يتمثل هذه الآية اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، يعني من الباب الذي لا يخطر على بالك أنه سيأتيك منه الرزق، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده يرزق من يشاء، لطف من الله سبحانه وتعالى. انظروا حال هذا الرجل كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الذنب الذي ارتكبه وندم عليه جعله بابا من أبواب الرزق. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا يحيى بن آدم، أخبرنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق، عن معمر بن عبد الله بن حنظلة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام رحمهم الله، عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت رضي الله عنها قالت ظاهر مني زوجي أويس بن الصامت رضي الله عنه، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض، فقال يعتق رقبة، قالت لا يجد، قال فيصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده من شيء يتصدق به، قالت فأتي ساعتئذ بعرق من تمر، قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر، قال قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك، قال والعرق 60 صاعا. قال أبو داود في هذا إنما كفرت عنه من غير أن تستأمره. قال أبو داود هذا أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنه. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد العزيز بن يحيى أبو الإصبغ الحراني، أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال والعرق مكتل يسع 30 صاعا. قال أبو داود وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا أبان، أخبرنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني العرق زنبيلا يأخذ 15 صاعا. حدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب
من 15 صاعة. قال: تصدق بهذا. فقال: يا رسول الله، على أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كله أنت وأهلك. قال أبو داود: قرأت على محمد بن وزير المصري، قلت له: حدثكم بشر بن بكر، أخبرنا الأوزاعي، أخبرنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا. قال أبو داود: وعطاء لم يدرك أوسا، وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل، وإنما رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسا. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجلا به لمم، فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار. فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار. حدثنا هارون بن عبد الله، أخبرنا محمد بن الفضل، أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها مثله. نعم، هذه قصة أخرى تتعلق بالظهار وكفارته، غير قصة سلمة بن صخر البياضي التي تقدمت. هذه القصة وقعت للصحابي أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه، ظاهر من امرأته خولة أو خويلة، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة المجادلة، جاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، معها عيال وزوجها كبير السن، وقد ظاهر من امرأته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: فليكفر، فليعتق رقبة. قالت: ما عنده. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير لا يستطيع الصوم شهرين متتابعين. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ليس عنده شيء، فقير، ليس عنده ما يطعم المساكين ولا ما يكفر به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها عرقا من التمر. ومر معنا في هذه الأحاديث اختلاف الأوزان التي ذكرت، بعضها يقول فيه 30 صاعا، وبعضها يقول 15 صاعا، وهذا يعود إلى نوع الصاع الذي يكال به، الآصع تختلف في مقدارها، فربما من قدره ب15 صاعا قدره بصاع معين، ومن قدره ب30 قدره بصاع معين. المرأة ربما كان عندها بعض المال، هذه خولة رضي الله تعالى عنها، من أهلها أو مما جمعته. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر لها بهذا العرق فيه 30 صاعا، والمطلوب إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين صاع، قالت: وأنا أعينه بعرق آخر، يعني هي تعينه بعرق آخر فيه 30، فيه 30 صاعا، و30 من عند النبي عليه الصلاة والسلام يكتمل حينئذ 60 صاعا، تكتمل هذه الكمية 60 صاعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها إياه. هذه الرواية أنها
تصدقت بهذا المقدار الذي أخذته من النبي عليه الصلاة والسلام والمقدار الذي زادته من عندها. وهذا أخذ منه العلماء أن الكفارة تجوز عن الغير، يعني لو أن إنسانا كفر عن غيره، واحد حلف يمين أو ظاهر، فكفر عنه صديقه أو قريبه أو جاره أو أحد المسلمين الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، يجزئ هذا، لا يلزم أن يكون هو الذي يكفر لنفسه. لكن في الرواية الأخرى أن هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مقدارا من التمر ليتصدق به على الفقراء، لما علم أنه لا يستطيع أن يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين، والكفارة كفارة الظهار مرتبة ليست على التخير، الواجب الأول عتق رقبة، فإن من لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، إذا عجز حينئذ ينتقل الواجب إلى إطعام 60 مسكينا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا وتصدق أطعمه المساكين. الرجل قال يا رسول الله أعلى أفقر منا؟ في بعض الروايات قال والله ما بين لابتيها، حرتي المدينة، حرة الشرقية والحرة الغربية، قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا يا رسول الله. قال فخذه كله وأطعم أهلك. وهذه تتفق مع قصة سلمة بن صخر البياضي، أن هذه الحادثة كانت فتحا له، كانت باب رزق يسره الله سبحانه وتعالى له وهيأ له أن يأكل وأن يطعم أهله بسبب هذا الفعل الذي حصل منه وندم هو عليه. الرواية فيها الثالثة فيها عبارة تحتاج إلى شيء من التوضيح، ربما فهمها بعض الناس على أنها على غير وجهها. يقول وكان رجل به لمم، اللمم يطلق على الجنون، جنون، ولكنه هنا ليس المقصود به الجنون، المقصود به الشبق وعدم القدرة على الانضباط عن النساء، لا يستطيع أن يكف نفسه، إذا اشتد به لممه، يعني إذا اشتدت به رغبته للنساء ماذا يصنع؟ يقوم فيظاهر من امرأته وهو صائم، يخشى أن يقع عليها فيفسد صوم. فاللمم هنا المقصود في هذه الرواية ليس هو الجنون، وإنما المقصود به شدة الرغبة في إتيان النساء. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، أخبرنا سفيان، أخبرنا الحكم بن أبان عن عكرمة رحمهم الله أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقيها في القمر. قال رأيت بياض ساقيها في القمر. قال فاعتزلها حتى تكفر، حتى تكفر عنك أو تكفر عنك. حدثنا الزعفراني، حدثنا سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة رحمهم الله أن رجلاً ظهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر. حدثنا زياد بن أيوب، أخبرنا إسماعيل، أخبرنا الحكم بن أبان عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر الساق. حدثنا أبو كامل أن عبد العزيز بن المختار حدثهم، أخبرنا خالد حدثني محدث عن عكرمة
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان. قال أبو داود: وسمعت محمد بن عيسى يحدث به. أخبرنا معتمر قال: سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس. نعم، هذا الحديث يؤكد ما تقدم من وجوب التكفير في الظهار، ولكن متى يكفر المظاهر؟ القرآن الكريم ورد فيه بيان وقت التكفير، كيفية التكفير، كيف يكفر المظاهر ومتى. الله سبحانه وتعالى قال: الذين يظاهرون من نسائهم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعودون لما قالوا، يرغبون يعني في العودة إلى أزواجهم للاستمتاع بهن، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. يعني الكفارة هذه قبل أن يتصل بامرأته، قبل أن يستمتع بها، هذا هو وقت التكفير. لكن من حصل منه أنه ظاهر ثم وقع على امرأته قبل أن يكفر، الكفارة دين في ذمته لا بد أن يؤديه، لكن الوقت الذي بينه الله سبحانه وتعالى هو قبل أن يعاشر امرأته، قبل أن يواقعها. إذا ظاهر منها وأراد أن يعود إليها فعليه أن يكفر قبل أن يعود إليها، لكن إذا حصل منه كما حصل من هؤلاء فإنه لا بد أن يكفر. وماذا يجب عليه بعد ذلك؟ يجب عليه أن يمتنع إذا وقعها، يجب عليه أن يمتنع عنها حتى يكفر، فإذا كفر فإنه يعود إليها بحكم الشرع ولا شيء عليه. باب في الخلع. حدثنا سليمان بن حرب، أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء رحمهم الله عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم، هذا تعظيم لشأن الطلاق، شأن الطلاق شأن عظيم، والطلاق حل عصمة النكاح، حل عصمة النكاح، لكن المرأة عندها سبيل آخر تستطيع أن تفتدي به نفسها وأن تتحلل من هذه العصمة بالفسخ الذي يحصل بالخلع. خلع ما معناه؟ الخلع هو الطلاق أو الفسخ، فسخ النكاح على عوض، يعني تقدم المرأة للرجل مالا يفسخ بعده النكاح. هل الخلع طلاق أو فسخ؟ كثير من العلماء يرون أن الخلع فسخ ليس بطلاق، فسخ للنكاح. وما الفرق بين الفسخ وبين الطلاق؟ الطلاق تترتب عليه أحكام، أنه لا بد فيه لمن أراد أن يراجع زوجه أن تكون الزوجة في العدة، وأن يكون الطلاق أقل من الثلاث، وإذا كان الطلاق ثلاثا طلق الثالثة فإنه لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كما قال الله. أما الخلع إذا قلنا إنه فسخ فإنه ليس فيه رجعة، يعني لا يملك الزوج أن يراجع امرأته فيه، أن يقول راجعتها. إذا حصل الفسخ هذا بالخلع انتهت عصمة الزوجية ولا يحسب عليه من الطلاق. يعني لو أن رجلا ما طلق امرأته قط وطلبت الخلع فخالعته، ثم بعد ذلك اصطلح معها وعادت إليه بعقد جديد طبعا،
تعود إليه بثلاث طلقات، يكون يملك عليها ثلاث طلقات. لكن لو كنا اعتبرنا الفسخ الخلع طلاقا لحسبت عليه طلقة، فلو كانت هي هذه الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وإن كانت هي الثانية بقيت له طلقة واحدة. فالخلع فالفسخ غير الطلاق، الطلاق له أحكام والفسخ له أحكام. وإن كان الفسخ والطلاق يجتمعان في أن كل منهما يفضي إلى حل عصمة النكاح، حل عصمة النكاح. المرأة التي تطلب الخلع لماذا؟ طلاق. المرأة إذا طلبت من الزوج الطلاق إن كان لها سبب مشروع، صبرت عليه، حاولت إصلاحه، ليس هنالك بعد ذلك سبيل إلا الطلاق. لكن إذا كانت هذه المرأة قد طلبت الطلاق وليس لديها ما يصلح أن يكون سبباً لإنهاء عصمة النكاح، فهذا جرم عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه. إذا سألت المرأة الطلاق من غير ما بأس فها الجنة عليها حرام، الجنة عليها حرام، وهذا تهديد بليغ. طيب، نحن نتكلم الآن عن الخلع، ما تكلمنا عن الطلاق. الخلع أيضا مثله. المرأة التي تطلب مخالعة زوجها، مخالعة زوجها لغير سبب شرعي صحيح، هذه أيضا حكمها حكم التي تطلب الطلاق لغير سبب، لغير ما بأس. الأخطاء اليسيرة والأمور التي تحدث للناس عادة، هذه أمور لا توجب طلب الطلاق ولا طلب الفسخ. لكن إذا حصل من الرجل أمور كثيرة لم تعد المرأة تحتملها وتحولت حياتها إلى جحيم، ورفض الزوج أن يطلقها، ليس لها سبيل بعد ذلك إلا أن تطلب الفسخ بواسطة الخلع. خلع، طلب فسخ النكاح مقابل المال الذي تدفعه المرأة للزوج. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته رحمهم الله عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، فذكرت ما شاء الله أن تذكره. وقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. حدثنا محمد بن معمر أخبرنا أبو عامر بن عبد الملك بن عمرو أخبرنا أبو عمرو السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما، فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما ففارقها، خذهما ففارقها. ففعل. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بقصة
حبيبة بنت سهل وزوجها ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله تعالى عنهما. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند بابه قبل صلاة الفجر لتشكو إليه، وما دفعها إلى مثل هذا العمل في مثل هذا الوقت إلا أنها ضاقت بها الأرض بما رحبت، ما تستطيع الصبر بعد ذلك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فوجدها عند بابه بغلس، وامرأة متلفعة لا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام من. قال: من هذه؟ قالت: حبيبة بنت سهل. فذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تريد أن تبقى مع ثابت. قالت: لا أنا ولا ثابت، يعني لا أصلح له ولا يصلح لي. وفي الحديث الثاني أنها شكت إليه أنه ضربها فكسر منها شيئا، ربما كسر أنفها أو كسر يدها، فغضبت. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاه، دعا ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه، وقال له، أخبره خبرها وتكلمت هي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ بعض ما أعطيتها، يعني ما قدمته من صداق لها. قال: أو يصلح ذلك يا رسول الله؟ يعني يصلح هذا الكلام في أول الأمر؟ ما كان الناس يعرفون أحكام الخلع، يعرفون أحكام الطلاق. قال: يصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين، بستانين، وهما بيدها، فردتهما عليه وبقيت هي في أهلها، فسخ النكاح. في بعض الروايات، وهذا يدلنا على شدة بغضها للبقاء معه، قال: وتردين عليه حديقته؟ قالت: وإن شاء زدته. مهم أن تنتهي هذه العصمة. فهذا دليل على مشروعية الخلع، ولكن هذا الخلع لسبب، ضاقت بها الأرض وساءت العشرة بينهما وضربها وكسرها فلم تستطع الصبر بعد ذلك، فطلبت فراقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله أن يتركها، أن يفارقها، وأن يأخذ منها بعض ما أعطاها. فالرجل استغرب، هل يصلح أن يأخذ الرجل المهر أو بعض المهر؟ فقال: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل أخبره بما أصدقها، بما قدم لها، فهي ردت عليه حديقتيه ونجت بنفسها، هي تشعر بأنها تحررت، أنها كسبت بهذا العمل. يحصل بين الناس كثيرا، بين الأزواج، الشقاق، ولأسباب قد يكون بعضها صحيحا وبعضها من حق المرأة أن تطلب الفسخ فيها، لكن يحصل تعنت من الرجل، من الزوج، تعنت بالنسبة للأولاد، تعنت بمطالب أخرى، يطلب منها أكثر مما أعطاها، مع أنه استمتع بها، مع أنها بقيت معه مدة، ربما رزق منها بأولاد، لكن بعض الناس والعياذ بالله من باب التعنت يصر على أن يأخذ كل ما دفع، يصر على أن لا يبقى معها الأولاد، يصر على أن لا ينفق على الأولاد. هذه أمور من الدناءة، ليست من المروءة ولا من الرجولة ولا مما يحبه الشرع. هؤلاء الأولاد إذا انتهت عصمة النكاح يجب أن يبقوا تحت رعاية الأب ورعاية الأم حتى ينشأوا نشأة سوية، لكن إذا صار هذا التجاذب بين الأب والأم فإن الأبناء في آخر المطاف سينحازون إلى أحدهما ويتركون الآخر، وستنشأ في قلوبهم من البغضاء والكراهية والحقد لأبيهم أو لأمهم الشيء الكثير. فيجب على الإنسان
أن يراعي هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، كانت بينكم عشرة وبينكم مصاهرة وقرابة وأولاد وأصهار، ما ينبغي أن يداس على ذلك كله وأن ينهى ذلك كله في لحظة غضب أو في موقف من مواقف التحدي. هذا ليس من المواقف التي يظهر الإنسان فيها رجولته وقدرته، بل على العكس يجب على الإنسان المسلم أن يكون هينا لينا، إمساك بمعروف كما قال الله سبحانه وتعالى، أو تسريح بإحسان، لأن العشرة التي سبقت لا بد لها من رعاية، وأهلها وقرابتها لهم حق أيضا، فما ينبغي أن ينسى ذلك كله في غمرة الغضب غمرة التحدي. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، أخبرنا علي بن بحر القطان، أخبرنا هشام بن أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. قال أبو داود وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي مرسلا. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال عدة المختلعة حيضة. نعم، هذه بعد فسخ النكاح لا بد من العدة. العدة هي المدة التي تمكثها المرأة تتربص فيها بعد الطلاق أو بعد الوفاة أو بعد الخلع. في هذه الأحوال الثلاثة العدة تربص. هذه لماذا التربص هذا؟ الأصل فيه طلب براءة الرحم، ألا يكون في الرحم نطفة منسوبة إلى الزوج الذي طلق أو الذي خالع، لأنه حينئذ لا يجوز أن تتزوج المرأة برجل آخر فيدخل ماءه على ماء غيره، لأن الرحم مشغول بنطفة أخرى. هذا الأصل. لكن قد تكون المرأة كبيرة السن، قد تكون المرأة لا تلد، قد تكون المرأة حاملا، إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل، إذا كانت كبيرة لا تحيض أو صغيرة لما تحيض بعد فعدتها ثلاثة أشهر. لكن التي تحيض، النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث جعل عدتها حيضة. إذا حاضت المرأة دل حيضها على ماذا؟ دل على براءة رحمها، أنها ليست. طيب نتوقف هنا، فيه معنى سؤال ورد من بعض الإخوة. أخوكم هذا يسأل سؤالا يتعلق بالطلاق، يقول إذا كان الرجل قد أساء إلى امرأته وضربها وبقيت هي مع أولادها لكنه لم يطلقها، فجاءها أحد أقاربها وقال لها إذا طلقك فلان يريد أن يتزوج بك، هل هذا الفعل مشروع؟ لا لا، هذا الفعل ليس بمشروع، لا يجوز أن يعرض على المرأة الزواج برجل آخر وهي في عصمة زوجها الأول، لأن هذا من التخبيب. ليس منا من خبب امرأة على زوجها كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وربما تعود الأمور تنصلح الحال فما يجوز أن يحصل هذا. لكن إذا طلقت، إذا طلقت المرأة وانقضت عدتها، حينئذ لا حرج على من أراد أن يتزوج بها. حتى إذا طلقت وهي في العدة لا تجوز خطبتها. امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا
لا يجوز أن يأتي أحد فيخطبها وهي في العدة، لكن يجوز التعريض. التعريض أن يقول والله أنا راغب في أن أتزوج بامرأة، إذا كان هذا مثل هذا فلا بأس، لكن أن يقول أنا أريد أن أتزوج بفلانة أو يوجه الكلام إليها ويقول أنا أريد أن أتزوج بك وهي في العدة، هذا لا يجوز تصريح بخطبة المعتدة. فما بالك إذا كانت في عصمة زوجها الأول؟ لا شك أن هذا من الحرام البين، لا يجوز أن يتقدم أحد بخطبتها أو أن يعرض عليها أن فلانا يريد أن يتزوج بها عندما تطلق. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي راية الحق والدين، إنك على كل شيء قدير.